السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أزول في الله ومرحبا بكم أخواتي إخواني. كما وعدتكم اليوم سوف نتعلم طريقة تطعيم شجرة المشمشة أو النفلية أو كل واحد كيفاش يسميها. قولنا في تعليق كيفاش تسموها في المنطقة تاعكم. كما تعرفون بأنه لما تزرع بذور الفواكه، الشجرة التي تتحصل عليها لن تعطيك الثمار، بل يجب تطعيمها بنوعية جيدة لكي تثمر. ولذلك إذا لديك في المنزل أشجار زرعتها من البذور، هذه هي فرصتك لتتعلم كيفية تطعيم الأشجار. الكثير من الرسائل تأتيني ويقول صاحبها شجرتي عمرها 3 سنوات ولا تعطي الثمار. يا أخي أو يا أختي، الشجرة إذا لم تطعم لن تثمر، وإذا أثمرت فثمارها سوف يكون ذو جودة رديئة توصفك. اليوم سوف نقوم بعملية تطعيم بالعين اللحائية، وتتم ابتداء من شهر مارس حتى شهر سبتمبر. أولا لعملية التطعيم نحضر غصن عمره حوالي عام من الشجرة المرغوب فيها كما تلاحظ في الشكل، ويجب الحرص أن يكون قطره أقل من قطر الشجرة المرغوب تطعيمها. قبل القيام بعملية تطعيمها التطعيم يجب سقي الشجرة جيدا قبل تطعيمها ب5 أيام إلى 15 يوم، تسقى جيدا. الآن نأتي إلى الشجرة المرغوب تطعيمها والتي زرعناها من البذرة، نقطعها من الأعلى ثم نقوم نبدأ بتطعيمها. بالعملية الجراحية نقوم بإحداث قطع على شكل حرف T كما تلاحظ هنا، سوف أعيدها بشكل أفقي، لاحظ الشكل، ثم بشكل عمودي، لاحظ هنا، ثم نقوم بفصل اللحاء عن الخشب، لاحظ، بما أنها تشربت الماء جيدا الفصل سوف يكون سهل. إذا كان اللحاء لا ينفصل عن الخشب فلا يمكن التطعيم، لاحظ هنا. الآن نأتي إلى الطعم، نقطع الورقة كما تلاحظ، أسفل الورقة ب1 سنتيمتر وأعلى الورقة ب1 سنتيمتر، نقوم بإحداث قطع كما تلاحظ، ثم نقطعها من الجانبين كما تلاحظ في الشكل، لاحظ جيدا، يمكن أن تتعلم فقط من الصورة. الآن حصلت على الطعم. هذا الطعم من الشجرة المرغوبة نقوم بتركيبه في الشجرة التي زرعناها من البذرة، وهذه هي، لاحظ كيف ندخله، نقوم بعملية التركيب. إذن الطعم وحامل الطعم، دائما الطعم هي الشجرة المرغوبة وحامل الطعم هي الشجرة التي زرعناها ولا تثمر. طريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى تقنيات كبيرة، أي شخص أي واحد يمكن أن يقوم بها. يمكن تطبيقها على جميع الأشجار تقريبا، سواء كانت حمضيات، برتقال، مندرين، كليمونتين، الزيتون، وحتى الورد. الآن نأتي إلى عملية الربط، نربطها جيدا بخيط بلاستيكي أو قماشي أو أي شيء يتوفر لدينا، نربطها جيدا لتجنب دخول الهواء لتنجح العملية. وإذا كان الجو ممطر أو ضبابي لا نقوم بعملية التطعيم. وإذا طعمناها في يوم مشمس وبعدها في اليوم التالي رأيت بأن الجو سوف ينقلب أو سوف يكون فيه أمطار، يجب تغطية مكان الطعم كيس بلاستيكي. هذه هي أسهل طريقة لتطعيم الأشجار، مع العلم أنه يوجد طرق أخرى للتطعيم، كل طريقة لديها أوقات معينة وميزات معينة. إذا كان لديك أي سؤال أو أي استفسار ما عليك إلا تركه في تعليق، وأرجو منكم مشاركة الفيديو مع الأحباب والأصدقاء لتعم الفائدة والدل على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.